اكثرهم في الاهلي طبعا. مؤمن زكريا كان الحريف معانا النهارده، ودايما بنسال جمهور السادسه بعد ما بنستمتع بمجموعه من اللقطات والاهداف ان هم او بنطلب منهم يختاروا افضل هدف للحريف اللي كان موجود معانا النهارده. احنا طلبنا ده من جمهور النادي الاهلي على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتنا، لكن الحقيقه على طول على السؤال بتاعنا على تويتر رد مؤمن بنفسه واختار هدفه في مرمى الجيش. فالحقيقه يمكن احنا الاسبوع ده هيبقى استثناء، يعني احنا هنقفل عمليه التصويت وهنكتفي بقرار واختيار مؤمن، وتعالوا نفكركم ونفكر حبيبنا مؤمن زكريا بهدفه في مرمى الجيش. جميلة لمؤمن، هو ما بيستناش. لا لا، كابتن رمضان بيقول واحدة من حياته ما بيفكرش كتير، السهل الممتنع. وكان عنده برضه ملكة انه رجله عارفة طريق جون. يا كابتن طبعًا رمضان طبعا طبعا، يعني كور كتير في مواقف صعبة لعيبة تفكر تخلص من الكورة، تبصيها، تصلحها، تلعب كروس باس، لكن على طول مؤمن كانت رجليه بتروح على الجون. وهو مؤمن برضك من ضمن مميزاته الحقيقة ابو حميد ان هو كان عنده محضر للمسه واحده في ال 18 داخل ال 18 ما بيستناش. ده على فكره اهداف كتير جدا صحيح. ممكن تبقى كره على الارض، كره عاليه، كره بدماغه، هو محضر صحيح. هيتعامل مع الكره ازاي قبل ما تتلعب الكره، ياخد البوزيشن الصح بالزبط. في الوقت الصح. احنا طبعا يمكن قبل الحقيقه برضك ما نكمل في اهداف مؤمن، طبعا بنتمنى له كلنا طبعا كل الشعب المصري الحقيقه إن شاء الله. بنتمنى له الشفاء، والله ما لهاش علاقه بالكوره خالص. طبعا ودعوات المصريين مش بس اهلاويه، والله بجد الناس طبعًا اللي بتحب طبعًا مؤمن مش بس مرتبطه بيه عشان الكوره، لكن بني ادم موهوب حقيقي محترم، يعني في كل الصفات الجميله الحقيقه حقيقي. فاحنا كلنا بندعي له بالشفاء ان شاء الله باذن الله يرجع لنا احسن من الاول ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فرحتنا واسعدتنا مؤمن، ونتمنى انه لقطاتك في الحريف النهارده تكون اسعدت جماهير الاهلاويه زي ما كنت بتسعدهم دايما وانت موجود بتيشرت النادي الاهلي، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه.